مشاهدينا أهلا بحضراتكم من جديد. بعد إعلان الحكومة رفع سعر رغيف الخبز ل 25 قرش للرغيف الواحد بعد ثباته لمدة تزيد عن 30 سنة بقيمة 5 قروش، بدأ المواطنون بيسألوا عن كيفية عمل منظومة الخبز، ولهذا أعلنت الحكومة بعض التفاصيل الخاصة بمنظومة الخبز المدعم الجديدة وكيفية استخدام كارت الخبز، والتفاصيل كاملة دلوقتي من خلال هذه التغطية. كتير من الناس مهتمين بمعرفة خطوات استخراج بطاقة الخبز البلدي 2024 والتي توفر الخبز المدعم لأي فرد لا يملك بطاقة تموينية وبنفس مواصفات الخبز البلدي المدعم والذي يوفر أسعار الخبز السياحي. وفيما يلي طبعا هنوضح لحضراتكم الخطوات التي من خلالها يمكن استخراج بطاقة الخبز ببساطة. طبعا بنقوم بالتقديم على طلب مسبق الدفع لاستخراج الكارت، بعدين بنقدم صورة بطاقة الرقم القومي، وبعدين دفع 30 جنيه رسوم لاستخراج الكارت، وبعد كده الخطوة اللي جاية بنقدم رقم هاتف الشخص الراغب في استخراج الكارت التمويني، وطبعا بيكون تنشيط الكارت من خلال الاتصال برقم الخط الساخن للبريد 16789. بعد ذلك بيتم شحن الكارت بالرصيد بحد أدنى 20 جنيه بمجرد إعلان وزارة التموين فتح شراء الخبز من المخابز البلدية. بيتمكن المواطن صاحب كارت العيش الجديد من صرف العيش من خلاله بالسعر المرتقب تحديده قريبا. بيمكن صرف العيش من المخبز البلدي من خلال كارت العيش المشحون الكارت الذكي مسبق الدفع، حيث بيقوم طبعا بخصم قيمة عدد الأرغفة العيش اللي بيرغب المواطن في شرائها من رصيد الكارت، وفي حالة انتهاء الرصيد بيجب إعادة شحن الكارت مرة أخرى، وبتستمر عملية صرف الخبز البلدي بهذه الطريقة من خلال كارت العيش المسبق الدفع لغير حاملي بطاقات التموين. أما عن مميزات كارت العيش الجديد فطبعا إمكانية شحنه بأي قيمة المواطن بيقدر عليها، صرف أي عدد من أرغفة العيش من خلاله طبعا دون الحاجة لبطاقة تموينية. كما أيضا أعلنت الوزارة في وقت سابق أنه سيتم العمل بكارت الخبز الجديد ابتداء من شهر فبراير المقبل، وبمجرد الإعلان بيتمكن المواطن من سحب الخبز بالكارت بالسعر المنتظر تحديده قريبا. وبناء على تصريحات وزارة التموين فإن طبعا سعر رغيف العيش المدعم بيصل سعره 75 قرش، وذلك على حسب القيمة المشحون بها الكارت، حيث يتيح كارت ال 20 جنيه صرف 26 رغيف عيش للمواطن، بينما كارت ال 50 جنيه صرف 52 رغيف عيش للمواطن، وكارت ال 100 بيتيح صرف 125 رغيف. ويمكن للمواطنين صرف الخبز من خلال 30 ألف مخبز تمويني إلى غير حاملي البطاقات التموينية، حيث تتميز كروت الخبز الجديدة بإمكانية طبعا شحنها بأي قيمة بيوردها المواطن وصرف أي عدد من الأرغفة من خلاله دون بطاقة تموينية. بيحصل المواطن على 25 رغيف في حالة الشحن ب 20 جنيه، وبيحصل المواطن على 62 رغيف في حالة الشحن ب 50 جنيه، وأيضا بيحصل المواطن على 124 رغيف في حالة الشحن ب 100 جنيه. أما عن أهداف ومميزات كارت الخبز الجديد، طبعا بيهدف مشروع كارت الخبز إلى توفير الخبز البلدي المدعم للمواطنين غير الحاصلين على بطاقات التموين، وذلك بسعر التكلفة الفعلية للرغيف. وبيعتمد هذا المشروع على تسهيل وتوفير الخبز البلدي الذي يتم إنتاجه من قبل نحو 30 ألف مخبز تمويني لغير حاملي البطاقات التموينية، والهدف من ذلك هو تخفيف العبء على كاهل المواطن وأيضا تحسين مستوى حياته. وفي ذات السياق أوضحت مصادر بوزارة التموين خطوات تقديم طلب الحصول على كارت العيش الجديد الذي طبعا بتتيح من خلال وزارة التموين صرف العيش البلدي المدعم من المخابز البلدية لجميع المواطنين غير المستفيدين من دعم الخبز لعدم حملهم للبطاقات التموينية التي تمكن الأسرة صاحبة البطاقة من صرف حصة من الخبز البلدي يوميا وفقا لعدد أفراد البطاقة. وأخيرا طبعا بيمكن شراء الخبز البلدي باستخدام كارت العيش لغير حاملي البطاقات التموينية من أي مخبز في الأسواق. سعر الخبز البلدي في كارت العيش الجديد لغير حاملي بطاقة التموين.
وإلى هنا مشاهدينا بنصل إلى نهاية تغطيتنا. طبعا بنشكر حضراتكم جدا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.